أدعو من هذا المنبر أن الأخوان في الفصائل يدركون أنه إحنا لو دولة لو مو دولة. إذا إحنا دولة لازم هم يقرروا لنفسهم حل كيف يتعاملون مع المؤسسة الرسمية، أو كيف للمؤسسة الرسمية أن تتعامل معهم. بالمختصر، وجود أي سلاح خارج المساحة الرسمية يشكل خطر على شرعية ورسمية الدولة والحكومة. يعني الآن أكو نظام الفصائل لها قدرة، لها سلاح، لها قوة، لها قرار خارج إطار الدولة، تقول تقرر، لها عقيدة، وهنالك الدولة الموجودة، فهنا دولة وهنا قوة لم تحل، بحيث من هو الذي في المشهد؟ من هو الذي يجب أن يكون صاحب القرار؟ صاحب القرار بشكل واضح هو القائد العام للقوات المسلحة. نعم. أما الفصائل الذين نعرف ظروف نشأتها، ظروف نشأتها معقدة، ليست سهلة، انصرف عليها، كان عندها واجبات ممكن أن تكون مقدسة في ذلك الوقت، ولذلك ترويضها أو حلها يراد له وقت. يعني انضمام الجزء الأكبر من الفصائل للحشد، والحشد مؤسسة رسمية مرتبطة برئيس الوزراء، هذا منجز. يعني هذا الفرز اليوم بين أكو حشد وأكو فصائل، هذا منجز. قبل كنت ما تعرف هذا من هذا، زين. الآن منجز كبير أن النسبة الأكبر من الفصائل أصبحت حشد محكوم بقوانين الدولة، أي ويأتمر، نعم، بأوامر القائد العام للقوات المسلحة. طيب، هذه خطوة باتجاه إنهاء ما تسميه بالفصائل أو دور الفصائل. زين. ويجب أن نؤكد ولا نغبن الناس حقها. الفصائل وجود مسلح في يوم من الأيام كان هو المدافع الحقيقي عن الدولة، وكان هو المدافع الحقيقي ضد الإرهاب وضد داعش. نعم. لما صار التغيير ما كان يوجد جيش، الجيش خطيئة أنه انحل، والأجهزة الأمنية أكبر خطيئة أنه انحلت، ولذلك لازم أكو بديل يحفظ النظام، يدافع عن النظام، يحفظ الحدود. يعني هو ملأ الفراغات ونجح في مرحلة من المراحل، لكن كان لك قول جميل جدا الآن أستاذ عزت، أن الفصائل في وقت سابق قامت بعمليات وواجبات مقدسة. الدور الذي تقوم به الآن في المعركة الدائرة، هل ما زلت أو هل أنت على استعداد، أو يجب أن يوصف بأنه أيضا واجبا عظيما مقدسا تقتضيه الضرورات ويجب أن يدعم اليوم؟ لا، أنا قناعتي اليوم الحكم رسخ جذوره وهويته أصبحت واضحة، ولذلك لا يوجد أي مبرر لوجود سلاح خارج الإطار الرسمي. صعب. لا، هذا لا يجوز، وسيكون أحد أهم معوقات نجاح الدولة. الدولة العراقية اليوم دولة عندها مصالح مختلفة مع عالم مختلف، عندها جيران، عندها خلافات. القرار يجب أن يكون لها، مرة تهادد، مرة تختلف، مرة تعترف، مرة تسكت. هذه الفصائل ما تجيد هذا الدور ولا هو شغلها.